عزيزي المصمم، اهلا وسهلا. فيديو النهارده هنتكلم عن واحده من اهم المواضيع في مجال الفنون، وهي عقده الرسم. في البدايه محتاجين نوضح ان الرسم مش موهبه، الرسم مهاره زي باقي المهارات تقدر انت تشتغل عليها عشان تنميها. انا عارف ردك عزيزي المصمم انك اكيد حاولت، وشايف في ناس حواليك كتير افضل في الشغل وافضل في السكتشات، لكن ما تستعجلش. هل مع ولادتك كنت مولود بتقدر تقوم بالمهارات الاساسيه اللي انت بتقوم بيها دلوقتي؟ واهم مثال ممكن ان احنا نضربه هو الخط. هل اي طفل صغير اول ما بيبدا، هل هو بيبدا ان هو يمشي على خطى محدده عشان يتعلم الخط، ولا بيبدا على طول ان هو اول ما يمسك القلم بتلاقيه ان هو بقى خطاط؟ وهنا المعضله الاهم، وهي اللي طلبه كتير بتقع فيها، وهي الشغف. بالمناسبه انا دخلت فنون تطبيقيه ما بعرفش ارسم تماما، ده كان شكل الشغل بتاعي. بعد ما اتخرجت من فنون، بعد شغل كتير جدا، مش بس الكلية، شغل كتير على نفسي، من كورسز، من غيره، من مصادر، من مراجع، من كتب، ده بقى شكل الشغل بتاعي بعد ما اتخرجت. وهنا هنقول مجموعة مهمة من الخطوات والنقط اللي احنا محتاجين ان احنا نكون ماشيين عليها عشان نقدر ان احنا نوصل لنتيجة فعلية. اول نقطة هي الاستمرارية. من عوامل مهمة جدا في الاستمرارية ان انت تقعد فترة طويلة جدا، تبدأ ان انت شغال، تحاول بقدر الامكان ان انت ما تقطعش الرسم بتاعك. يعني ان انت لو قعدت فترة زمنية من غير اي رسم هتلاقي ان ايدك بدأت ان هي تصدي، فبتحتاج ان انت ترجع بعدها تقعد فترة تورم اب في ايدك في السكتشات او مبادئ او غيره، بحيث ان انت تعرف ان انت ترجع لنفس المستوى بتاعك. مش بس كده، الرسم المفروض يكون متنفس ليك عشان تبدا ان انت تفصل عن الدنيا وعن كل الاجواء اللي حواليك، مش حاجه ان انت تبدا ان هي تحس ان هي مغصوب عليك، لان انت لو حاسس بالشعور ده هتلاقي ان انت بتعمل او انت شغال مش حاسس بالحاجه، ففي نفس الوقت مش هتلاقي ان انت بتبدا ان انت تديها نفس الشغف نفس الطاقه، فبعد فتره مش هتلاقي برضو النتيجه. فضروري جدا ان انت تكون محافظ على الحاجات دي، محافظ على الاستمراريه، بترسم على فترات زمنيه شبه ثابته، مش هقول لك ان انت ترسم كل يوم، ممكن ترسم كل اسبوع، بس انت محافظ على لاينز محدده ماشي عليها وعلى تايم لاين محدد انت برضو ملتزم بيه عشان تبدا ان انت تكون مستمر، وفي نفس الوقت مهاراتك تقدر ان انت تلاحظ النمو بتاعها خلال فتره زمنيه قصيره. العامل الثاني وهو ان انت ترسم اكتر. انك تعمل 100 سكتش سريع متنوع احسن بكتير من ان انت تعمل 10 سكتشات منتهين، لان الفتره اللي انت بتقضيها في ان انت تعمل سكتشات جديده بتتعلم حاجات كتيره، وهو ده الوقت الاهم لتنميه مهاراتك، مش ان انت تقفل لوحه وتدور على الكمال فيها. انت محتاج تكون بتجرب كل حاجه وبكميات كبيره. لو فشلت في اول 99 محاوله، فصدقني المحاوله ال100 مش هتكون زي المحاوله الاولى بتاعتك في الرسم. ما تستعجلش وما تدورش على الكمال في البدايه، على قد ما تدور على التدريب الكتير. العامل الثالث هو دراسه المحتوى الصحيح. مش اي محتوى ياخد وقتك، مش اي صوره تبدا ان انت تشوفها تقدر ان انت تشتغل عليها. ضروري جدا ان انت تكون ماشي على ستيبس او من خلال مراجع محدده، من خلال مصادر، من خلال توتوريالز محدده انت ماشي بيها، ملتزم على نفس السيكونس او نفس التتابع في الايه في الخطوات. ده مهم جدا عشان بيساعدنا ان احنا مثلا عايز اطور مهارتي مثلا في المنظور، فما اروحش مثلا ارسم طبيعه صامته وبورتري واكون مستني ان المنظور هيتحسن، لا، انا محتاج تمارين في المنظور. الفري هاند محتاج ان انا اعمل ورم اب سكتشز عشان ابدا ان انا اطور مهاراتي في الجزء ده، مش ان انا ابدا ان انا ارسم حاجه مختلفه. وده من العوامل المهمه جدا، ان اختيارك للمحتوى الصحيح هيأثر عليك المسافه، فانت لو هتيجي تتعلم مهاره في شهر ممكن تتعلمها في اسبوع لو انت معاك المحتوى الصحيح. العامل الرابع هو التنوع. اوعى تختار نوع واحد من المحتوى الفني وتبدا ان انت تشتغل عليه، سواء بورتريه، طبيعه صامته، فيجر دروينج او غيره. ده هيكون اغبى قرار انت عملته لو انت ناوي ان انت تخش في مجال الرسم او ان انت تطور مهاراتك في مجال الرسم، لان من الضروري جدا ان انت يكون عندك تنوع كبير في الحاجات اللي انت شغال عليها. ليه؟ لان انت لو فضلت شغال على حاجه زي البورتريه مهاراتك اي نعم هتتطور، بس تعالى ارسم مثلا لاندسكيب مثلا او فيجر دروينج مثلا او طبيعه صامته بتكوين معقد، هتلاقي ان انت مهاراتك فيها مشكله كبيره جدا. تيجي تقول ايه ده، هو انا ما بعرفش ارسم، ولا مهاراتي قلت، ولا ايه اللي حصل، ولا عندي ارت بلوك وكل التخيلات دي. مفيش اي حاجه من الكلام ده كله، انت من الضروري جدا ان انت تكون شغال على اكتر من محور في الرسم عشان مهاراتك تبدا ان هي تتنمى مع بعضها.
لانك انت لو لسه بتتعلم الرسم فانت باختيارك لموضوع واحد هتحط نفسك جوه صندوق، جوه الصندوق ده اول ما تخرج منه هتحس بعدم الامان، هتحس ان انت مهاراتك ضعيفه، وهتحس ان رسمك مش مناسب للمستوى اللي انت كنت شغال فيه. هديكم مثال بسيط جدا، انا تخصصي الاساسي هو تصميم المنتجات. جوه تصميم المنتجات ده شكل الشغل اللي احنا بنبدا ان احنا نشتغل عليه، مجموعه واسعه جدا من الاشكال والمناظير المختلفه والابعاد والكتل والفراغات اللي بدا ان احنا نشتغل عليها. ضروري جدا واحنا بننمي مهاراتنا الاساسيه، مش كنا بنعتمد او ما كناش بنعتمد مثلا على حاجه واحده بس، او ان انا اختار مثلا مناظير وابدا ان انا اشتغل عليها، بالعكس احنا كنا شغالين على اكتر من محور. في عندنا حاجات معقده جدا زي رسم السيارات، وده النتيجة النهائية اللي انا وصلت لها، وفي نفس الوقت اول ما بدأنا ما كناش عندنا كل الاكسبيرينس دي. فدي خلاصة المعرفة اللي انا جمعتها خلال دراستي لكلية الفنون التطبيقية، واتمنى ان انتوا تستفيدوا منها بشكل كبير وتبدأوا ان انتوا تطبقوا وتورونا النتائج اللي انتوا وصلتوا ليها. في النهاية عزيزي المصمم، لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تشاره مع اصحابه وتشترك في القناة، واشوفكوا في الدروس الجاية.